احسن انفستيجيشن بالفعل للاوربت تمام، لكن مش هو الانفستيجيشن الوحيد. فالايم بتاعنا النهارده في البرزنتيشن دي هحكي لي اثنين بس مش اكتر من كده. اول حاجه اعرف اطلب ايه واطلبه امتى وبتيلر الانفستيجيشن دي على الديزيز اللي عندي. الحاجه الثانيه ان انا اقدر اقرا الانفستيجيشن، يعني ما ينفعش ان انا اعتمد على الريبورت بتاع الراديولوجي. الريبورت بتاع الراديولوجي غالبا بيبقى صحيح، لكن هو ما بيبقاش عنده الكلينيكال سنس ولا الكلينيكال باك جراوند اللي ممكن يوديك لتشخيص ثاني خالص. يعني كان في حاله مثلا كانت حاله فاسكولار انومالي، وكان فيها حاجه اسمها فليبوليث، يعني عباره عن كالسيفيكيشن موجوده، مالتيبل كالسيفيكيشن موجوده في البلاد فيزيتس. فبتاع الراديولوجي كتب لي ان دي مالتيبل فاير ارم انجرز، تمام، هو شايف حاجات كده عامله زي الرش بتاع الفاير ارم، هو ما يعرفش. فالهدف ان احنا النهارده نعرف ايه اللي هنطلبه وهنقراه ازاي. الحكايه بدات مع رونتجن، وده راجل عالم فيزيكس الماني. سنه 1895 هو اكتشف الاكس راي، وده الفيرست اكس راي ايمج اللي موجود عندنا، ده بتاع مرات رونتجن، وزي ما انتم شايفين لابسه رينج كده في الرينج فينجر بتاعها. وهو خد جايزه نوبل سنه 1901 في الفيزيكس على الاختراع ده، وكان اول جايزه نوبل تتعمل. الاكس راي هو حاجه الناس بتعتبرها اوبسوليت، هي فعلا ما بتستخدمش كتير، لكن هي فيها ميزات انها رخيصه جدا، متوفره في اماكن كتيره جدا. يعني ممكن حضرتك تبقى في مكان ما فيهوش سي تي او ما فيهوش ام ار اي، فهواي نوت ان انا اطلب انفستيجيشن رخيص ممكن يديني انفورميشنز تساعدني في التشخيص. لو انا هطلب سي تي مش محتاج ان انا اطلب اكس راي، لكن لو انا مش هقدر اطلب السي تي ممكن اطلب اكس راي. ايه اللي ممكن اشوفه في الاكس راي؟ ممكن اشوف هايبر استوزيس او كالسيفيكيشن، ممكن نشوف بون ايروجن او بون ديستراكشن. حالات التروما بنشوف فيها اذا كان في فراكشر في اورتال انفيزيما انترا اوكيلار فورم بودي، واخيرا الكرينيو سينودال سندرومز المختلفه ممكن اشوفها بالاكس راي. مش عارف انا في مشكله في هو كان في هنا الفيوز المختلفه بتاع الاكس راي، مش مهم ان نقول التفاصيل بتاعتها، مش طالعه كلها ما اعرفش ليه. الصور اللي احنا شايفينها دي حضراتكم، في الصوره الاولانيه دي هنلاقي ان في سوفت فيشو ايمج. الفيو دي اسمها كالدويل فيو، دي بتتعمل بطريقه معينه بحيث انها تنزل الايمج بتاع البيتراس تمبرال بون تحت الاوربت، فما يعملش نويز على الاوربت. فاللي شايفينه هنا كده معرفش الارو باين، ايوه ده البيتراس تمبرال بون نازله تحت الاوربت، وده هنا سوفت تيشو ايكو، ده حاله كافيرنس هيمانجيوما. الانترا اوكلر فورم بوديز لو هي ميتاليك بتبان حلو جدا في الاكس راي. هنا برضو دي ده برضو كاوزوال فيو، دي لاترال فيو، دي الكرانيو ستينوزس سندروم. هنا ده اوزوكيفالي وده كروزن سندروم. الاوزوكيفالي والكروزن سندروم بيبقى فيها ايه؟ اللي كروزن السيوتشرز بتاعت السكال، فبالتالي بيبقى في انكريز انترا كرانيال تنشن، وبيدينا السيلفر بيتن ابيرنس اللي موجود في الاكس راي زي ما حضراتكم شايفين هنا. دي لاترال فيو هنا والناحيه الثانيه برضو. بالاضافه في الكروزن سندروم بنلاقي في الحته دي في ميد فيشال هايبوبليزيا، الفيس داخل لجوه والماندبل طالع لقدام، سيلنا فيه بروتروجن اوف ذا ماندبل. الانفستيجيشن الثاني بعد البلين اكس راي هو الاوربيتال ايكوجرافي او الالترا ساوند، هو يتميز انه حاجه نون انفيسيف وفاست وشيب، وممكن نعمله في العياده بتاعتنا ان اوفيس في الكلينيك. بيدينا انديكيشن على السايت والاكستنشن بتاع الليجن، ومش بس كده ده بيدينا انفورميشن على البيزك ستراكشر بتاعتها، وممكن نستخدم الدوبلر ارتر ساوند كمان عشان نعرف الفاسكولاريتي بتاعت الليجن. مهم جدا في الاكزامينشن بتاع الاطفال الصغيرين، لانه ممكن يتعمل من غير سيديشن. حضراتكم بتعملوا سنار كتير للاطفال، يا دوب بتحط في الطفل وخلاص، ما بيحتاجش انه يبقى سالك قوي. واهم من كده انه ما بيظهر في الصبوز ذا بيشنت ورديشن، فبالتالي لو انا كمان هعمل سيريال ايمج يبقى بالتالي ده حاجه ادفانتج ليا ان انا مثلا حالات هعمل فولو اب لسبر اوستال ابسس او فولو اب لحاله اوربتال هيماتوما، مش كل شويه ادخل العيان سي تي او اعمل له اكس راي واعرض له راديشن. وبرده سيف في البريجننت وومن، عارفين كلكم اكتر ناس بيعملوا سونار هم ستات الحوامل. الليميتيشنز بتاعت الاوربتال ايكوجرافي، اول حاجه في الاوربتال ايمج، في الاورتال ايمكس بيحصل حاجه اسمها ساوند اتنيويشن، فبالتالي ما بنقدرش نعمل ايمجنج كويس للديب دي سيت الاورتال ليجنز.
وفي الساينسز والانتراكرينيال كافيتي او انتراكرينيال سبيس عشان الساوند دازنت باس ويل ثرو اير اند بون. برضه من الحاجات اللي بتشغل شويه ان انا ما اقدرش اعمل ايمجنج للتو اوربتس سيمتينيسلي، يعني لازم اشوف كل واحده لوحديها على عكس الام ار اي والسي تي والاكس راي بشوف الاثنين جنب بعض. واخر حاجه ان مش كل الالات او الماشينز بتاعت الالتراسونوجرافي تنفع تشوف اوربت، كل ما يبقى الفريكوانسي قليل، يعني كان زمان في ماشين اسمها ادفنت كان نقدر نغير فيها الفريكوانسي 7.5 و12 و15 فبنستعمل 7.5 عشان نشوف الاوربت. دلوقتي اغلب الماشينز بتاعت الالتراسونوجرافي بتعتمد على الهاي فريكوانسي عشان تدينا ريزوليوشن اعلى، فتلاقي 20 و15 فبالتالي ما بتبقاش كويسه، ما بتبقاش بنتريشن كويس للالتر ساوند ويفز فما بتوضحش الاوربت قوي. بالاضافه طبعا ان اللي بيعمل الالتر ساوند اوربت لازم يبقى سكيلد وعارف الاوربتال ليجن او يفكر في الاوربتال ليجن فين عشان يقدر يعملها ايمجنج كويس. دي مجموعه للصور لحالات يعني من المرضى بتوعي كان عامل لهم اوربتال ايكوجرافي. الصوره الاولانيه دي هنا كده، ده سبر اوستيال ابسس في عيان كان عنده اورتال سيليولايتس. احنا هنا جايبين البروب من تحت وده كان سوبيرو سبر اوستيال ابسس، هنلاقي فيه سبيس لو ريفليكتيف سبيس كده موجود هنا. للاسف البرنتر مش واضح قوي. فده سبر اوستيال ابسس. الحاله الثانيه دي اللاكريمال جلان، شايفين الكونفيجريشن بتاع اللاكريمال جلان في الايمجنج، وشايفين احنا في السونار مش بس بنبص على الاكستند بتاع الليجن او السايز بتاعها، احنا ممكن نقيس على فكره كمان ويبقى في سيرة الايفالويشن للسايز بتاع الليجن، لكن بنبص على الانترنال ريفليكتيفيتي بتاعتها. يعني المنظر ده في اللاكريمال جلاند سويلنج دي حاجه لو ريفليكتيف، فنفكر في الحاجات اللي فيها سيلولار اليمنت كتير يعني زي الليمفوما زي الانفلاماتوري اوربتال ديزيز، لكن ما فكرش مثلا في الميكسد سليفري جلاند تيومر اللي المفروض ان الريفليكتيفيتي فيها تبقى عاليه عن كده. الصورة اللي تحت هنا دي ده اوبتيك نيرف وحواليه فيه تو هايبروتكتيف ليجن، ده كانت حالة كافيرنس هيمانجيوما، ده بيبقى انتراكونال ليجن موجودة في الاوربت في الميدل ايد في ميلز مينلي. والصورة الأخيرة اللي أنا تحت دي حالة اوبتيك نيرف تيومر كان اوبتيك نيرف جلايوما، وزي ما انتم شايفين في وايدنج للاوبتيك نيرف ايكو وفي بابليديما باينة في السونار. من ضمن الحاجات اللي السونار هيلبو فيها الاكسترا اوكلر ماسل، الصوره اللي فوق هنا دي الاولانيه دي بتبين فيوزي فورم انلارجمنت للاكسترا اوكلر ماسل والتندن سبيرنج، وده بيحصل في الثايرويد اي ديزيز. الصوره اللي هي الاو اس دي فيها تيوبلر انفولفمنت او تيوبلر انلارجمنت في الاكسترا اوكلر ماسل، ودي بتحصل اكتر في الانفلاماتوري دي نزله المايوسايتس. والصورتين اللي تحت دول كانوا صوره العيان واحد كان عنده فرانتو سيمويدال ميكوسيل، الاولانيه دي مبينه الابر بارت بتاع الميكوسيل ده، والصوره الثانيه دي مبينه الاوبتيك نيرف فدي جايه نيزلي وعامله كومبريشن على الاوبتيك نيرف، ودي حاجات على فكره بنشوفها كتير بيبقى شكلها شكل السبر اوستيال ابسس، بس طبعا العين بتبقى كويس ما بيبقاش فيها الانفلاميشن اللي موجود في السبر اوستيال ابسس. الاورتال سيتي عمل ريفوليوشن في الدايجنوستس بتاع الاورتال ديزيز. ايه التكنيكال برنسبل بتاعت الاورتال سي تي؟ هي نفس التكنيكال برنسبل بتاعت الاكس راي العاديه، بس الفرق ان انا بعمل ايه توموجرافي، يعني باخد سيكشنز مش بس جاست اكس راي فوتو. الاكس راي بيما لما بتعدي في تيشو معين بيحصل لها اتنيويشن اكوردنج تو الالكترون دنسيتي بتاع التيشو دوت. الداتا اللي هي بتطلع بياخدها زي ترانسديوسر كده يحولها لجراي سكيل فوتو اللي احنا بنشوفها على هيئه السي تي فيلم. السي تي فيلم لحد قريب كان بنشوفه كده فيلم زي بتاع الاكس راي، دلوقتي الموضه الجديده انهم بيطبعوه برنتد على ورق زي الورق الفوتوغرافي العادي. طبعا ده ما بيحتاجش فانوس الاشعه عشان نشوفه، وفي ميزه ثانيه احلى كمان غير انه بيوفر بتوع الاشعه ان انت ما بتتلخبطش في الرايت والليفت. في السي تي العادي بيبقى مكتوب علامه كده ار تبقى الرايت والليفت، ساعات الناس البرسبايوب ما بياخدوش بالهم فتبقى انت قالب الصوره وشايف ايه اليمين الشمال والشمال يمين، لكن ده ما بيحصلش في الفيلمز الجديده اللي عندنا. المهم الاير والفات عندنا ليهم لوست ابزوربشن فاليو فبيبانوا سود او دارك في السي تي، على عكس البون بيبان فيري برايت بيبان ابيض في السي تي.
الابزوربشن يونت اللي احنا بنشتغل بيها او بيشتغلوا بيها بتوع السي تي اسمها هاوزن فيلد يونت، ده على اسم الراجل اللي اخترعها. الاير زي ما اتفقنا ان هو بيبقى الهاوزن فيلد يونت بتاعته بالماينس، ماينس 10 ماينس 1000 سوري، فعشان كده بيبقى لونه اسود. الفات بيبقى ماينس برضه 70 ل 100 فبيبقى لونه اسود. الوتر زيرو، نبتدي نعلى بقى سي اس اف لحد اعلى حاجه عندنا البون بيبقى ايه اكتر من 1000 هاوزن فيلد يونت. اما بنعلق على التيشو بتاع اي حاجه بنقول ايزو دنس او هايبر دنس او هايبو دنس اكوردنج للدنسيتي بتاعت الايه البرين بارينكيما. فالبون والهيموج اللي هم بيبانوا وايت بيبقوا هايبر دنس، والتيشو اللي فيه موتر كونتنت عاليه والفات بيبقوا ايه هايبو دنس وبانوا بلاك. طيب نسمع هيقول لك ان احنا عاوزين نعمل سي تي وذ كونتراست ميديم. ايه الكونتراست ميديم ده؟ عباره عن ايدينيتد ميديم بنحقنه انترافينس ونصور تاني، فبيبين لي بعض الحاجات خصوصا الليجنز الفاسكولار اوضح من الطبيعي. عاده احنا ما بنحتاجش نستخدم الكونتراست ميديم كتير في السي تي. ليه؟ لان احنا ربنا خلق لنا الفات لونه اسود في السي تي، فهو نفسه بيعمل لنا كونتراست عالي، فما بحتاجش ان انا اعمل كونتراست تاني الا في حاجتين اتنين بس. اما انا اكون سسبكت ان دي فاسكولار ليجن فهلاقيها واخده كونتراست واضح جدا. اول حاجه الثانيه ودي حاجه مش كومن في الاوبتيك نيرف شيس مننجيوما، عشان اشوف هل ليها انترا كرانيال اكستنشن ولا لا. اما بنحقن كونتراست بيبان ساين مهمه اسمها ترين تراك ابييرنس، هنلاقي الاوبتيك نيرف موجود كده وحواليه خطين بيض زي الشريط الفورمال، ممكن يبقوا اكستندد في الاوبتيك كانال لحد الانترا كرانيال، فده الحاجتين اللي انا بستخدمهم. طب امتى ما اطلبش الكونتراست او يبقى كونترا انتيكيتد؟ الناس اللي عندهم الرجي للايودين والناس اللي عندهم رينال فيليا، تمام؟ زي بالظبط ان الايدين اللي بيستخدم في باقي الحاجات في مثلا اليوراني بلاتر والحاجات دي نفس الكلام. بالاضافه في السيفير جريفز ديزيز، دي نقطه مهمه، الناس اللي عندهم هايبر ثايرويد او ثايرويد ريليتد اوبسالموباسي، العينين دول ممكن لو نديتهم ايودين يحصل لهم حاجه اسمها ثايروتوكسيك كرايسيس، تمام؟ وفي نفس الوقت احنا عشان نشوف المصل في البي سي تي زي ما هنشوف بعد كده في الجرينز ديزيز مش محتاجين كونتراست. طيب ايه البيوز اللي احنا بناخد نطلبها او احنا اما نمسك سي تي فيلم كده نقول البيو دي ايه نوعها ايه؟ في حاجه اسمها اكزيال وكرونال والثري دايمنشنال. الثري دايمنشنال ده مش مهم، ده عباره عن كمبيوتر بيزد كده بيحطوا الاكزيال مع الكرونال يدينا صوره اللي احنا شايفينها في الطرف هناك خالص. دي مهمه في الحاجات الفراكشرز بتاعت الفيس وكده، لكن مش مهمه قوي يعني في حالات الاورب. لكن التو مين فيوز بتاعتنا اللي هم الكورونال والاجزيا. ببساطه شديده كده الاجزيا زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اللي من تحت هنا الاولانيه دي كده، تمام؟ دي الاجزيا فيو. الاجزيا فيو بالظبط كان البني ادم ده نايم كده زي عارفين صباع لانشون، وانا باخد فيه ايه ترانشات من راسه لحد رجليه، تمام؟ فهتدينا الصوره اللي احنا شايفينها جنبيها دي. يبقى الاجزاء انا باخد كاني بقطع، لو هو واقف كده كاني بقطع فيه كده. اوكي؟ باخد فيه سكشن، لان التوموجرافي ده عباره عن سكشنز في النهايه. الكورونال بقى هو من اسمه يبقى بارل الكورونال سوتش اللي موجود هنا. فانا اتخيل الانسان بقى زي عارفين الجبنه الجوده ما بيقطعوها بالطول كده، او البطيخ النمس اللي هو شرايح طويله كده. فهيدينا المنظر دوت. فانا اول ما ابص على صورة سي تي عاوز اعرف الاول ثلاث حاجات عاوز اعرفهم. اول حاجه الفيو دي ايه؟ هل هي اكزيال ولا كرونال؟ تمام؟ الحاجه الثانيه الفيو دي فين؟ يعني هل هي في الابر اوربت ولا اللور اوربت؟ في الانتيرور اوربت ولا في البوستيرور اوربت؟ الحاجه الثالثه اللي هي الويندوز. في حاجه يقول لك سوفت تيشو ويندو وبون ويندو. السوفت تيشو ويندو ده هو الويندو العاديه بتاع السي تي العادي بتاعنا. احنا اتفقنا ان السي تي البون فيه بيبقى اكتر من 1000 هاوزن فيلد يونت الابزوربشن بتاعه، فبالتالي السي تي بيبان ايه؟ البون يبان برايت قوي، ابيض جامد، فمش باين فيه اي تفاصيل. عشان اشوف البون لازم اعمل ويندو اعلى شويه اكتر من ال 1000 عشان يبان تفاصيل في البون ده، تمام؟ فهبتدي اشوف البون بتفاصيله، بدل ما اشوف حته البون كده حته بيضه كلها، هلاقي فيه جزء لونه ابيض او برايت شويه، والجزء اللي هو الكورتيكال بارت والجزء الكانسلس اللي من جوه والبون مارو يبقى ايه اغمق شويه، تمام؟ فاشوف تفاصيل اكتر اطلبها امتى؟ اما يكون عندي بوني ليجن. يعني ايه بوني ليجن؟ يعني عندي حاله فيها هايبر اوستوزيس، فيها بون ديستراكشن وبون فورميشن زي ال فايبرز ديسبيليزيا مثلا، حالات فيها بون ديستراكشن زي اللاكنال جانجل تيومر،
يعني في حاجات البونز عموما بطلب الايه البون ويندو، انا بشوف البون واضح بس ده بيبقى اون ذا اكسبنس اوف ذا ايه اوف ذا سوفت تيشو، مش هشوف اي تفاصيل في السوفت تيشو. طيب هنشوف اكزامبل الحاجات دي. ده انا هبص على صوره سي تي دي الاول، تمام؟ دي اكزل ولا كورونا؟ دي اكزل سي تي. بون ويندو ولا سوفت تيشو ويندو؟ ده سوفت تيشو العاديه بتاعتنا مفيش فيها اي ايه اي حاجه. طب الليفل بتاعها فين؟ عشان اعرف الليفل سواء في الاكزل او كورونا هبص على كذا حاجه، هبص على النوز وبص على البارانيزال سايرسز وبص على البرين، الحاجات اللي هي جرانال اوربت، تمام؟ النوز احنا هنا اكزل يبقى احنا نمشي اكزل من الاول لحد ما نخلص الاكزل. النوز تحت وفيها الايه الاستومويدال سايرسز ما بين التو اوربتس، مش كده؟ فبالتالي اما الاقي النزل كابت يبين هنا زي ما هو باين وورا في الاسفينويدال ساينس الجديد اللي انتم شايفينه ده، تمام؟ يبقى انا معنى ذلك ان انا اسفينويدال ساينس ده جوه البودي في السفينويد، يعني انا تحت، يبقى ده الليفل اوف ذا لور اوربت، ماشي؟ النوز كبيره، هي النوز فوق هتبقى موجوده بس هتبقى حته صغيره، والنزل كابت واضح بالكونكر بتاعته بكل التفاصيل، تمام؟ فيبقى ده اكزيال سي تي سوفت تيشو ويندو ات ذا ليفل اوف ذا لور اوربت، ماشي؟ يبقى انا كده عملت كومنت صح. ايه التيشو اللي بشوفهم هنا؟ المصل دي الانفيرور ريكتس لان انا من تحت، ومن هناك اللي عليها السترايك دي ده الانسيرشن اوف ذا انفيرور اوبليك مصل في التمبرال لور بارت اوف ذا جلوب، وده اللاكريمالساك قصه باللاكريمالساك جوه. طيب دي نفس الصوره اللي فاتت، ايه الفرق؟ ان ده بون ويندو، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين السوفت تيشو مش باين تقريبا، وابتدت البون يبان فيه تفاصيل، ماشي؟ يعني ده ادي الجريتر وينج في السفينه ده اهو، والزيجوماتيك بون مش كلها بيضه، وتحت عندي السكويمس تمبرال بون والبتراس تمبرال بون، يمكن هي البتراس تمبرال بون بس اللي فضلت بيضه زي ما هي لانها فيري دنس اساسا. ده اكزل ولا كرونال؟ سوفت تيشو ولا بون ويندو؟ سوفت تيشو. ده انا شايف الجلوب هنا موجوده خلاص، يبقى ده في الميد جلوب اللي هو الميد اوربت، وشايف اللاترال ريكتس والميديال ريكتس، ادي الفيترس والاسكليرا، ودي اللاكريمال جلاند، اللاكريمال جلاند فوق بس اللور بول بتاعها هيبتدي يبان في الايه؟ في الميد اوربت. ودي الميديال ريكتاي ماسل واللاترال ريكتس والاوبتيك نير، وهنا البيتوتال جلاند تحت والتمبرال لوب وذا برين. اخر حاجه اللي انا مشاور عليها دي نقطه مهمه جدا اللي هي ايه؟ دي اللاترال اوربتال ريم. الطبيعي بتاع الانسان ان اللاترال اوربيتال ريم دي ريسست للورا، ريسست للورا ليه؟ عشان تديني فرصه ان انا اشوف لاترال الفيلد بتاعي يبقى اوسع. انا الميديال فيلد بتاع الاثنين التو ايز بيكبر مع بعض فبيتعوض في اللاترال ان كل حاجه تبقى البون تبقى ريسست للورا. عشان كده هي على الرغم ان هي السترونجست بون في الاوربت اللاترال اوربتال ريم دي، لكن هي الموست سسبكتد للتروما، واغلب حالات الرابشر جلوب بتبقى فين؟ عند التروك اللي هنا، لان بيبقى الخط او التروما جايه من اللاترال لميديال تزق الايه العين اجينست التروك. لا فانا ببص على السهم ده ليه؟ لان انا المفروض ان اللاترال اوربتال ريم دي تبقى عند الاكويتر. لو انا لقيت الجلوب طالع لفوق شويه يبقى ده في ايه؟ بروتوزس، واحنا اساسا احنا اهم ساين في الاوربت بتاعتنا البروتوزس. لو لقيتها داخله لورا هتبقى ايه؟ طبعا لو طلع حاجه بسيطه مش شرط، يعني ان ايه في ناس بتبقى الطبيعي بتاعها بروتوتيك سنه او طالعه سنه، وفي ناس بتبقى داخله سنه، لكن انا بتكلم عن اكسبرينز اللي هنشوفها بعد كده لما اشوف صور فيها بروتوز. ده ايه؟ برضو اكزيال بون ويندو، واتفقنا ان البون ويندو هنعلق فيه على حاجات بوني ديتيلز في الدورسال سيلي تحت، وهنا السوبيرو اوربتال فيشر. طبعا الاوبتيك كانال موجوده فوق شويه، فوق الليفل بتاع الميد اوربت لانها ريليتد للروف اكتر، فالجاب دي ما جاب اللي باينه دي السوبر اوربتال فيشر كبير، وجاب بين اللاترال وول والروف، فعشان كده باين في الليفل ده هنا. ادينا طلعنا فوق شويه تاني، عرفنا ازاي ان احنا طلعنا فوق شويه تاني؟ اول حاجه الجلوب سايز بتاعنا صغر، ما بقتش كل الدايمنشن بتاع الجلوب. تاني حاجه ادي دي الاسومويدال سايز، شايفين النوز؟ النوز صغرت خالص، ده روت اوف ذا نوز هنا، الحته اللي من قدام ديت. مش كده بس، ده ابتدى الفرنتال ساينس يبان، يعني بص الحته اللي قدام دي، الاثنين اللي قدام دول بدايه الفرنتال ساينس اللي من فوق هنا دول، خلاص؟ فانا كده عند ليفل اعلى، باين السوبر اوربتال فيشر اللي شفناه في الصوره اللي فاتت، وابتدى تبان الاوبتيك كانال تحت بين الايه؟ الانتيريور كلينويد بروسيس او ميديال الانتيريور كلينويد بروسيس. انا طلعت فوق تاني، ده اكزيال سوفت تيشو ولا بون ويندو؟
سوفت تيشو ويندو. تمام، هنلاحظ ايه هنا حاجات ايه، ابتدينا نطلع فوق تاني لدرجه ان يبان الفاكتور جروف ابتدى يبان. يعني بصوا هنا دي بواقي السيمويدال ساينس، انا بطلع لفوق وابتدى الفاكتور جروف والايه والفرونتال كريست يبانوا هنا في الحته دي. تمام، هنا الاوبتيك نيرف ابتدى يختفي لانها ابتدت تطلع فوقيه، وشايف في ستراكشر معدي فوقيه فوق الاوبتيك نيرف على طول، ده السوبير اوكسالك ارتري ودي اللاترال ريكتاي ماسل، وابتدى فيها ستراكشر مهم جدا يبان هنا كبير اللي هو الايه اللاكريمال جلاند. طلعت فوق تاني ابتدى يبقى شايف الفرونتال ساينس واضحين جدا كبار. تمام، واللاكريمال جلاند ستيل واضحه هنا زي ما احنا شايفينها، وادي الاولفاكتوري جروف هنا واضح. تمام، في ستراكشر مهم جدا هنا برضه معدي كده من اللاترال اوربت للميديال اوربت انتيريور، او هو اسف جاي من الميديال اوربت انتيريور رايح لاترال عشان احسب بيه اوربت فيشر، ده السوبير اوكسالك فين، وده اهم بكتير من اوكسالك ارتري. اوكسالك ارتري ما بنحتاجش نعمل له ايمجنج، لكن السوبير اوكسالك فين بيبقى دايليتد في بعض الديزيز اهمهم الكاروتيد كافيرنس فيستولا والباسكولار ديزيز اوف ذا اوربت والثيرويد اوربتوباسي. فما نلاقي انلارج سوبير اوكسالك فين، كان لسه في حاله ثيرويد موجوده عندنا في الاس وما كانش عندها انلارجمنت في المصل جامد وكان عندها اوبتيك نيروباسي يعني كومبريسيف اوبتيك نيروباسي، كان من ضمن الحاجات الواضحه فيها انها فيها دايليتد سوبيرور اوكسالك فين. طيب دي اكزل ولا كورونر؟ كورونر. احنا ابتدينا نغير الشكل بقى زي ما انتم شايفين، ابتدى يبان عندي احنا بنعتمد دايما على النيزل كافيتي والايه والبرا نيزل ساينس، فانا عندي هنا الماكزيلري ساينس هو ماشي من ورا لقدام والنوز جنبيه، بس بصوا بقى فوق هنلاقي دي المنطقه دي ده التمبرال لوبس اوف ذا برين، ماشي؟ دي الميدل كرينيال فوسا ودي الكلينويد بروسيسز، وهنا الاوبتيك كانال موجوده بين التو روتس اوف ذا ايه ليزر ليزر اونيك سكينويد. يبقى انا ده انتيرو ولا بوستيرو؟ بوستيرو. الانتيرو هتبان النوز بقى واللايلتز والحاجات دي، لكن انا هنا شايف برين بس، يبقى انا هنا ايه بوستيرو. طلعت قدام شويه، طبعا بون ويندو ولا سوفت تيشو؟ ده بون ويندو. دي سوفت تيشو ويندو كورونا سيكشن. طلعنا لقدام شويه هنشوف ابتدينا نشوف الاوربتال ايديكس، هنلاقي الحته بتاعت الميدل لوب اوف ذا برين صغرت خالص والانتيرو او فرونتال لوب هو اللي باين كبير فوق، وهنشوف والمنزلري ساينس طبعا تحت. هنشوف حاجه لطيفه جدا ان الاوربتال ايديكس شكلها ايه؟ شكلها تريانجلر لان الاوربت كلها كوادريلاترال بيراميد ما عدا في البوستيرو بارت بتاعها، لان الفلور ما بيوصلش لورا، الفلور قافله ان فيه اوربتال فيشر، فبالتالي السكشن في الاوربتال ايبكس بيبقى تريانجلر، عندي روف وميديال وول ولاترال زي ما حضراتكم شايفين، وابتدى يبان فيها شويه استراكشرز كده. طلعنا قدام شويه، الصوره دي اللي انتم شايفين فيها هتشوفوا الاوبتيك نيرف والايه والريبتاي ماسلز والماسل كون حواليها. تمام، ده اكزل ولا كورونال؟ كورونا. بون ويندو ولا سوفت تيشو؟ سوفت تيشو. على اي ليفل؟ لا ده الليفل اوف ذا ميد اوربت. ميد اوربت هو صحيح الجلوب مش باينه، بس احنا اتفقنا ان الجلوب طلع لقدام شويه خلاص، يعني لما اشوف الصوره دي ابتدى يبقى من الاوربتال فلور بدا يبقى كوادري لاترال. لو انا شايف تراينجل بس يبقى ده البوستيرو اوربت، لو انا شايف ابتدى يبقى فيه اربع اضلاع وابتدى الفلور يبان زي ما حضراتكم شايفين هنا الفلور باين في المنطقه دي، يبقى ده هنا كده ايه ده اسمه الميد اوربت، لان احنا اتفقنا ان الجلوب طالع لقدام سنه بالنسبه للاوربت. ده يسموه ميد جلوب بقى، مش ميد اوربت، ميد جلوب اللي هو باين فيه الاستراكشر بتاعت الجلوب والفيتراس والانفير والميدل تربنت والايه والسوبير ريتس ليفيتر كومبلكس والماجزيلاري ساينس، برضه ده كورونا وسوفت تيشو. هنا طلعت انفيرو تاني ابتديت اشوف اللاكريمال جلاند وابتديت اشوف اللينس، وهنا زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا اللاترال اوربتال ريم مش موجوده، هي مش موجوده، هي موجوده بس احنا طلعنا قدامها، هوريكم صور بعد كده في ليفل ورا تكون متكسره يعني فيها بوند ستراكشر، لكن هنا هي ده النورمال الطبيعي ان انا طلعت قطعت قدام اللاترال اوربتال ريم. امتى نطلب سي تي؟ يعني كده عرفنا تقريبا الاناتومي، اي صوره هنعرفها هنعرف اكزل ولا كرومال ونعرف احنا في اي ليفل بالظبط. امتى نطلب الاوربتال سي تي؟ في البروتوزز والانفصالز طبعا، حالات الاوربتال والاوكيولار تروما، في حالات البري اوربتال درمون سيست، في التشايلد هود ليكوكوريا، وفي حالات الاوبتيك نيرف دروزن. دي صور جلوب كده
شفنا فيها ساينز في السي تي زي ما حضرتك شايفين. هو السي تي طبعا بيوضح بصوره واضحه جدا، وزي ما اتفقنا ان الفات بيعمل كونتراست جميل جدا، فبشوف الامور واضحه. دي صوره كرونال زي ما انتم شايفين هنا، فيها مايكروفسالموس في العين الشمال. هنا لو لاحظنا هنلاقي ان السكليرا سكند جدا، فده سكليرايتس سواء ايزوليتد سكليرايتس او هذا بارت اوف اليوباثيك اورتال انفلاميشن. الصوره اللي في الطرف دي فيها ايه؟ فيها اوبتيك نيرف هيد روزن بايلاترال كالسيفيكيشن زي ما واضحين. الصوره اللي تحت دي ريتينوبلاستوما او انتراوكيولار كالسيفيكيشن، من الحاجات المهمه جدا في الاطفال عشان الريتينوبلاستوما او البريزنس اوف كالسيفيكيشن سترونج سجست ريتينوبلاستوما، لكن الابسنس دازنت اكسكلود ريتينوبلاستوما ابسنس اوف كالسيفيكيشن. دي فيها ايه؟ فيها دروب نيوكلير دروب سوري دروسيل ديسلوكيتد لاس بعين تروما، وفي فراكشر في اللامينا بابريشا، وفي سيرجيكال انفيزيما. تمام، برضه دي حاجات جلوب. اما نلاقي اير بابل في الجلوب كده، ده سترونجلي سجستد ان في رابشر جلوب، الا لو انا حاقن اير انترا اوبراتيف يعني، ده سلايتلي يعني. وتحت هنا برضه دي حالات تروما، هنلاقي في انترا اوكيولار فورم بودي، هنا عاملين الاجزل وعاملين الكورونال، فنقدر نقول انها في البوستيرور اوربت او في السيريك البوستيرور جلوب اما نشوف في الاجزل، ونقدر نقول انها في اللور جلوب اما نشوف في الايه؟ في الكورونال. الانديكيشن الثاني اللي هو مع الدرمويد سيستم، بيجي كل دي صور لدرمويد سيستم مختلفه، ده انترا كونال او انترا ريترو بالبر درمويد. هنا الاغلبيه بيبقى اكسترنال انجلر درمويد زي ما حضراتكم شايفين هنا وهنا، ممكن يبقى فيه انترا كرينال اكستنشن زي الصور الكبيره دي، وممكن يبقى فيه حاجه اسمها كولر ستود درمويد سيستم زي ما انتم شايفين هنا. الدرمويد سيستم ليه حته بره وحته ثاني جوه الاوربت، وفي كوميونيكيشن من خلال بوند افكت بين الاثنين. طبعا الدرمويد سيستم ما بيحتاجش السي تي عشان الدايجنوز، لكن احنا بنعمل السي تي عشان نستبعد ان يكون في انترا كرينال اكستنشن عشان في السيرفيكال انترفيرنس. دول صورتين ظروف جدا، ودول من الاثنين العيانين من رساله الدكتوراه بتاعتي الاول، وهم الاثنين دول كان عندهم بالسيتنج بروتوزس، والبالسيتنج بروتوزس هنا كان سببه ترانسميتد انترا كرينال بالسيشن. الاولاني ده كان عنده لينج انكفال وسيب، كان عنده ديفكت في الروف والاوربت زي ما انتم شايفين، البرين نازل فوق الجلوب. والصوره الثانيه دي صوره كاركترستيك جدا، العيان كان اسمه علي انا فاكره، كان عنده لوس اوف ذا ليسر وينج اوف ذا جريتر وينج اوف السفينويد انا اسف، او اللاترال اوربيتال وول، وده بيحصل في عيانين النيوروفاك درماتوزس تايب 1 او اللي هو البون ريتنج هاوزنس ديزيز، وكان عنده بالسيتنج بروتوزس. دي صور مختلفه للاكريمال جلاند سويلينج، تمام، في اجزيال وفي كرونال. وطبعا هو اللاكريمال جلاند سويلينج ده موضوع كبير جدا، جه سؤال دكتوراه لسه قريب نقدر نحكي فيه لحد بكره، حسب الايه اللاتراليتي بتاعته وحسب شكل الليجن في السي تي. ده عيان عنده انتراكونال ليجن وكان انفلاماتري اورتال سيتي تيومر، نفس العيان ده كرونال وارزيال. والصوره اللي تحت دي برضه انفلاماتري اورتال سيتي تيومر لسكليروزنج تايب، الليت سكليروزنج تايب، في سكليروزنج لانلر الاورتال كونتنت في البوستيرو بارت بتاع الاوربت. ده عيانين معاهم عندهم انلارجمنت اوف ذا اكسترا اوكلر ماسلز، لو انتم لاحظتوا هنا الاكسترا اوكلر ماسلز هنا اللاتر ريكتس انلارجت كده شايفينها واضحه، وهنا الميديال ريكتس انلارجت، وهنا الميديال ريكتس، وهنا الميديال ريكتس، والانلارجمنت هنا نركز هل هو سبيرنج التندن ولا انفولفنج التندن. لو هو سبيرنج التندن بنفكر في الايه؟ في السيرود ريتد اوبسالموباسي، وعاده بيكون يا اما الميديال ريكتس يا اما الانفيريال ريكتس هي الموست كومنلي افكتد. لكن هنا زي ما انتم شايفين ده مش سبيرنج التندن، ده واخد المصر كلها لحد الانسيرشن، فده اورتال ميوسايتس باسبابه العديده يعني. دي الصورة بقى اللي هي بتاعت الثيرويدي كاركترستيك اللي هي الايه؟ الفيوزي فورم انلارجمنت اللي هو سبيرنج التندون اللي هو بيسموه كوكولا بطل او كوكولا بطل ابيرنس، ان المسل بتبقى انلارجد والتندون بيبقى سبير. شايفين هنا في الاجزيال واضح جدا الانلارجمنت بتاع المسل، وفي الكورونا نفس القصة الميديا ريكتس والانفيريا ريكتس هنا كل المسل انلارجد. الصورة اللي تحت دي مهمة جدا بقى، انا لسه بقول لكم زي كان في عيان عندنا في القسم وسيروز ريتد اوبسالموباسي، وتبص على المسلز بتاعته، المسلز بتاعته شايفينها اخبارها ايه؟ عاديه خالص مش كده؟ يعني بص السوق هنا المسلز رفيعه مش تخينه، بس بص الساين اللي انا قلت لكم عليها من شويه، فين اللاترال اوربتال ريم؟
شايفينها فين؟ وفين الاكويتور؟ فالعيان ده عنده سيفير بروكتوزس. طب مش باين اي داتا هنا، لان سبب البروكتوزس هنا مش اللارجمنت اوف ذا اكسترا مصر، سبب البروكتوزس هنا اللارجمنت في الفات. تمام؟ فلو لاحظتوا حضراتكم هتلاقوا الاسود ده كتير جدا. يعني المكان الاسود هنا ده كتير جدا، ده ابندنت فات وعامل سيفير بروكتوزس، وبرده ممكن يعمل كومبريشن على الاوبتيك نيرف. صحيح مش زي الاكسترا اوكلر مصر، لكن برده العيان ده لايبل لنفس الكومبليكيشن بتاعت الثيرويد العاديه. برضو ده حالة ثيرويد هنا، ده الاوربيتال ايبكس زي ما انتم شايفين. الاكسترا اوكلر مصر سو ان لارج لانها مخبيه الاوبتيك نيرف، نفس القصه هنا. الكورونال سيكشن ده اللي حضراتكم شايفينه هتلاقوا ان ده الاوبتيك نيرف، ودي الميديا ريكتس والانفيريور ريكتس والاتر ريكتس والميديا ريكتس. والفات اللي حواليه ده بيحصل له حاجه اسمها افيسمنت. يعني ايه افيسمنت؟ يعني المعضلات بتبتدي تضغط على الفات كانها بتاكل منه، فكل ما تضغط على الفات ويبقى الافيسمنت ده كتير، يبقى معنى يعني معنى كده ان في كومبريسيف اوبتيك نيروباثي اكتر. فالافيسمنت ده بيعملوا له جريدنج من 25% ل 75%، كل ما بيزيد يبقى معنى ذلك ان في ريسك ان الفات قل حوالي اوبتيك نيرف، ان المصل تخلق فعملت كومبريشن. الصوره الثانيه الاجزيال دي فيها صايب مهمه برضو، شايفين الميديال اوربيتال وول هنا والميديال اوربيتال وول هنا، من كتر ما المصل انلارجت اتضغطوا الجو اللي جوه، فده بيسموها ايه؟ اور جلاس ابيرنس، عامل زي الساعه بتاعت الرمله اللي فيها حته ايه؟ معموله من تحت. فانا الافيسمنت بشوفه في الكورونال كات والاور جلاس ابيرنس بشوفه في الاجزيال كات. دول عيانين بتوع الاوربيتال سيرولايتس، وزي ما انتم شايفين كده فيهم بروكتوزز. العين اللي فوق ده كورونال، وفي جلوب واحده اللي باينه. جلوب واحده ليه؟ لان انا واخد انتيرو خالص، ففي جلوب عشان هي البروكتوتيك بانت، والثانيه لسه ايه؟ ما بانتش. وزي ما انتم شايفين في فرونتال ساينوسايتس واضح هنا جامد جدا، تمام؟ والحاله الثانيه دي فيها اسوميدال ساينوسايتس. اغلى الموست كومن كوز اوف اوربتال سيلفايتس از ايه؟ بارانيزال ساينس انفكشن. ده عيان ثاني كان عنده انترا اوكلر فروم بودي اللي انتم شايفينه، بس لو بصينا مش هنلاقي بس انترا اوكلر فروم بودي، احنا هنلاقي ان السكليرا سكن والفيتراس كله اوبيك، فالعيان ده دخل في بانوكسالمايتس ودخل بعد كده في اوربتال سيلولايتس. ده عيانين سبر اوست الابسس باشكالهم المختلفه، ممكن يبقى سوبيرو سبر اوست الابسس زي اللي احنا شايفينه دوت هنا، زي هنا كده وزي هنا وزي هنا، وممكن يكون سوبيرو وميديال، وممكن يكون ميديال بس، يعني ده ميديال وسوبيرو سبر اوست الابسس. واحنا اتفقنا ان الحاجات اللي بتساعدنا في الفولو اب بتاع سبر اوست الابسس هو الالترا ساوند، اللي ممكن اعيده واقيس اقيس بالكاليبر بتاع الالترا ساوند. دول عيانين تروما، والصوره دي بتاعت يعني يقول لنا عليها الدكتور محمد اسماعيل خليل الرساله بتاعته، اللي هي البرين تروب ابيرنس، ان حصل فراكشر اوربيتال فلوس فراكشر اللي هو بلاوت فراكشر، وحصل هرنيشن للاوربيتال كونتنت في الايه؟ في المزاريال ساينس. ودي كانت بنت اسمها شيماء، كان عندها سيفير تروما وكان عندها افلشن في الاوبتيك نيرف زي ما انتم شايفين، وافلشن في الميديال واللاترال تاي ماسلز. ده السوبيرو اوف سيل بين انلارجمنت، الصوره اللي تحت دي، ودي انتراكونال ليجن واخده كونتراست، اللي جواها ده الشادو اللي جنبيها ده من الفلاش بتاع الكاميرا، دي كانت حاله كافيرنس هيمانجيوما. اخر حاجه الاوبتيك نيرف، الصورتين اللي فوق دول حالات اوبتيك نيرف جلايوما. الاوبتيك نيرف بيبقى انلارجد وكنكل واس شيب، تمام؟ والحاله اللي تحت دي اوبتيك نيرف شيس مننجيوما، هي بتاعت رين فلاك ابيرنس، ده بيبقى كيوبر انلارجمنت في الاوبتيك نيرف، وبياخد الايه؟ بياخد كونتراست حواليه. اخر حاجه الاورتال تيومرز، دي تيومرز مختلفه، انواع مختلفه. الصوره دي كده زي ما انتم شايفين عند السهم ده هنلاقي فيه سويلنج هنا شايفينه، وفي سويلنج تاني في التمبرال اريا، بس اللي ملاحظينه ايه؟ بصوا كده على اللاترال اوربيتال وول، هتلاقي ان الناحيه اليمين غير الناحيه الشمال. الناحيه اليمين دي فيها هايبر استوزس. يعني ايه هايبر استوزس؟ يعني البون تخين جدا وبرايت قوي. الهايبر استوزس ده بيحصل مع حاجه اسمها باكس اوربيتال اندليكس منجيوما، بيحصل مع المنجيوما وبيدينا المنظر الكاركترستيك ده. الصوره اللي جنبيها فوق ده هنا هتلاقي ان في ابر اوربيتال سويلنج. السويلنج ده ليه كاركتر كده، يقول لك ايه؟ ات مولز ات سيلف اراوند ذا جلوب، حاجه اسمها باتي ساين، دي من الساينز بتاع الاوربيتال لينفوما، بتشكل نفسها حوالين الاوربيتال ستراكشر. الصورتين اللي تحت دول كان بتوع طفل يمني، زي ما انتم شايفين ده فيري اجريسيف فورم اوف رابدو مايوساركوما. التيومر بص طالع لحد فين،
يعني طلع بره الجلو قد ايه. ودي الصوره اللي قلت لكم عليها اللي فيري رير، انك تلاقي بون ديستراكشن في اللاترال اوربيتال وول. اللاترال اوربيتال ريل دي فيري تايت وفيري ستيف. شايفين هنا، انا هنا عند الليفل بتاع الايه الميد اوربت، يعني المفروض ان دي تبقى موجوده زي الناحيه الثانيه. للاسف هو كان حصل له بون ديستراكشن وكان حصل اكستنشن في التمبرال فوس. دي برضو السومويدال ميوكوسيلز اللي تحت هنا طلع من السومويدال ساينس في الجلوب، وده كان اللاترال اوربيتال سويلنج في طفل صغير، وفي الاخر اتضح ان السويلنج ده سببه لوكيميا. خلصنا الاوربيتال سي تي. طبعا هو في الاف الصور، لو حبيتوا تشوفوا صور للسي تي، بس انا حبيت اضرب امثله للحاجات المختلفة اللي احنا ممكن نشوفها، سواء تروماتيك، سواء نيوبلاستيك، سواء ثايرويد، سواء انفلاماتوري اند سو اون. لكن اللي عاوز يشوف صور سي تي في الاف الصور في الاوربت. اخر انفستيجيشن هنتكلم عنها النهارده الماجنتيك ريزونانت ايمجنج او الام ار اي. هو الادفانتج بتاعته الاساسيه ان هو حاجه نون انفيزيف، ما بيعتمدش على الاكس راي او الايونايزنج راديشن، وملوش اي ادفيرس بيولوجيكال رياكشن. بيديني سوبيريور اناتوميك ديتيلز عن الاكس راي على السي تي عادي، بيدي تفاصيل خصوصا في السوفت تيشو واضحه جدا. ممكن اعمل مالتيبل بلينز ساجيتال واكزيال وكورونال واي اوبليك بلين من غير ما اعمل دي بوزيشننج للعيان. عيانين لما باجي اعمل اورتال سي تي، لو انا عاوز اعمل كورونال لازم اعمل حاجه اسمها هايبر اكستنشن اوف ذا نيك، يعني العيان وهو نايم في السي تي لازم اقلب راسه لورا كده. فدي في عيانين التروما ممكن تكون مشكله، يعني في ناس بيبقى عندهم فراكشر سباين ما اقدرش اعمل الحركه دي، لكن اقدر اعملها مع الام ار اي. طبعا الام ار اي دي بريورتي في الديمالينتنج والفاسكولار والهيموراجيك ليجنز. الديس ادفانتج بتاعته اول حاجه انه مور اكسبنسيف اغلى بكتير، ان البون ديتيلز فيه ما بتبقاش واضحه نهائيا، تمام؟ فبالتالي لو انا عندي كالسيفيكيشن او بون ديستراكشن ما بيبانش بوضوح، وهنقول ليه بعد كده. بيبقى فيه موشن ارتيفاكتس كتيره وبيحتاج وقت اطول، فالعيانين دايما بيتخانقوا من الام ار اي. وفي ناس بيبقى عندهم حاجه اسمها كلستروفوبيا، الكونفاين بتاع الام ار اي بيبقى ضيق عن بتاع السي تي، فالعيان ايه بيتخض. الناس اللي هم بيخافوا من الاماكن المغلقه، وفي ناس كتيره جدا بعتهم بيعملوا ام ار اي وما عرفوش يعملوه من كلستروفوبيا. طبعا هو الام ار اي ده سؤال كومن تريكي، انه كونترا اندكيتد في الفيرو ماجنتيك انترا اوكلر ثرومبوديز، او لو انا سسبكت ان في فيرو ماجنتيك انترا اوكلر ثرومبودي، او العيان حاطط فاسكولار كليبس او فاسكولار فلترز فينس فلترز، تمام. والعيانين برضو اللي حاطين بيس ميكر او الكترونيك ديفايس، كل الحاجات دي ممكن تتعارض مع الام ار اي. في بعض التايبز من الميك اب بتبقى فيها حاجات ميتاليك، فما لازم تتمسح قبل ما العيان يعمل اوربيتال ام ار اي. واخر حاجه الدنتال امالجام هو مش كونتر انديكيتد، لكن بيعمل نويز فبيبوظ الصوره بتاعت الام ار اي. طيب هو ايه فكره الام ار اي؟ احنا قلنا ان السي تي ده فكرته ايه؟ اللي هو حشو السنان المعدن او التركيبات الصناعيه المعدن. ايه فكره احنا قلنا السي تي ده عباره عن اكس راي بس بتعمل توموجرافي، الام ار اي بقى بيشتغل على ايه؟ السيلز بتاعت الجسم فيها الـ كانها موليكيولز، النيبلاي بتاعتها فيها البروتونز والنيوترونز، الحاجات اللي هي البوزيتيف تشارجد والنيوترال، دول بتبقى موجودين راندملي في الاتومز بتاعت السيلز، تمام. اما بعرض الانسان للماجنتيك ريزونانت فيلد كبير جدا، هو بيقول انه اقوى من الماجنتيك فيلد بتاع الارض كلها على بعضيها، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل نوع من الالاينمنت للبروتونز ديت، تبتدي تترتب، تمام؟ تبتدي تترتب زي بالظبط لما تحط مغناطيس جنب شويه براد الحديد، لا براد الحديد دي ايه؟ اترتبت، ماشي؟ يروح فاكين الفيلد دوت، فترجع لايه؟ البروتونز دي للطبيعه بتاعتها. في رجوعها للطبيعه دي بتاعتها بتطلع انرجي تديني اخدها انا احولها لصوره. عن الـ عن الـ عن الـ 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 البروتونز دي هي راجعه للحاجه الطبيعيه بتاعتها. فبديهي ان الحاجات اللي فيها بروتونز كتير او فيها هيدروجين، هو عندي مش الهيدروجين بس، هو الهيدروجين والكالسيوم، الحاجات البوزيتيف الكترون الكتيره، بس اهمهم الهيدروجين اللي موجود في الميه يبان احسن، تمام. الحاجات اللي ما فيهاش هيدروجين كتيره او ما فيهاش ميه كتيره زي البول مش هتبان كويس، اوكي. فبالتالي انا عندي الحاجات اللي هي البول على الرغم انه في السي تي بيبان وايت قوي، لكن هتشوفه في الام ار اي يبان دارك مش باين له اي تفاصيل.
في حاجه اسمها تي ويتد ايمج، تي 1 ايمج وتي 2 ايمج، هنشوفهم دلوقتي. يعني بالاضافه هناك لما بنقول في سوفت تيشو وبون ويند، وهنا بنقول تي 1 وتي 2، برضه في كرونال وارزيال ايمج زي السي تي. احسن حاجه بنشوف بيها الاوربت اللي هي تي 1 ايمج، كويس. في حاجه هنا كنا بنحكي ان الايودين في كونتراست ميديم، هنا ممكن تحقن حاجه اسمها جودلينيوم عشان اعمل كونتراست ميديم. بس المشكله عندي في ايه؟ في الام ار اي. المشكله في الام ار اي ان الفات عكس السي تي بيبان برايت جدا، يعني الفات في السي تي بيبان اسود، في الام ار اي يبان ايه؟ برايت. والبون في السي تي يبان برايت، في الام ار اي يبان ايه؟ اسود. فانا لو اديت كونتراست عندي كونتراست ميديم زي الجودلينيوم، ما انا بعيني الدنيا هتبيض زياده، وجود الفات كل حاجه هتبقى ايه؟ ابيض من الاول. فعشان كده اما بعمل جودلينيوم انهانسمنت لازم اعمل معاه حاجه اسمها فات سبريشن، يعني في تكنيك في الكمبيوتر بتاع الام ار اي يوطي لي الفات ده، فاقدر اشوف الديتيلز اللي موجوده. فوانس ان انا عملت جودلينيوم لازم اعمل معاه ايه؟ فات سبريشن تكنيك. التي ويتد ايمج التي 2 سوري ده تي 1، التي 2 هي الحاجات اللي فيها فلويد بتبان فيري برايت. بنعرفه ازاي؟ بنعرفه بحاجتين. لو انا شايف الجلوب الاقي الفيترس نو ابيض يبقى ده تي 2، لو الفيترس نو اسود يبقى ايه؟ تي 1. طب لو انا في سيكشن ورا الجلوب او قدام الجلوب هعرف ازاي؟ هبص على البرين، هبص على الاوت لاين بتاع البرين. لو لقيت الاوت لاين ده مرسوم بالابيض تمام، يبقى ده السي اس اف اللي موجود في السب اركونويد سبيس اللي حوالين الايه؟ البرين. يبقى العيا يبقى الايمج ده ايه؟ تي 2. لو لقيته لونه جراي او دارك شويه يبقى ده ايه؟ تي 1. التي 2 ايمج اهميتها في الاوربت فحاجه واحده بس، انها تقدر تفرق لي بين الميلانوتيك والهيموراجيك ليجنز زي ما هنشوف بعد كده في الصور. الحاجات اللي فيها ميلانين في التي 2 تبان دارك، والحاجات اللي فيها هيموراج تبان برايت، والعكس في التي 1. دي سامري للحاجات اللي بتبان ازاي في التي 1 والتي 2. الفون والكالسيفيكيشن والاير الاثنين او الثلاثه دول بيبانوا دارك في الاثنين، على عكس الووتر والاديما والبترس والسي اس اف، اتفقنا انه هيبان دارك في التي 1 ويبان ايه؟ برايت او وايت في التي 2. الحاجات الميلانين والحاجات اللي واخده جودولينا انهانسمنت هتبان لي في التي 1 برايت وهتبان لي دارك في التي 2، ده مهم قلنا عشان خاطر الكورويدال ميلانوما، يعني الكورويدال ميلانوما اما اعمل لها فات سبريشن واديها جودولينا في التي 1 هلاقيها باينه برايت، لكن لو عملت لها تي 2 هلاقيها ايه؟ هلاقيها لونها دارك. لو لكن لقيتها في التي 2 برايت يبقى انا افكر اكتر في كورويدال هيمرج، وده حاجه ساعات كده جدا ما نقدرش نعرفها حتى بالسونار حتى بالسي تي، ويمكن ده من الادفانتج القليله للام ار اي. دي صور كده، خلاص احنا قربنا نخلص. صور للام ار اي، ده اكزيال ولا كورونا للايمج دي؟ اكزيال، هي شكل نفس الايمج بنفس الترتيب بتاع السي تي. هندي تي 1 ولا تي 2؟ احنا قلنا هنبص على ايه؟ على الفيترس، لونه اسود يبقى ايه؟ تي 1، يبقى كل الصور دي تي 1. طب نشوف كده، ده هنا تي 1 اهو وده تي 1 اهو، بس ايه الفرق بينهم؟ الابيض ده اللي عرفني جدا، ده شايفينه؟ ده الاوربت الفات مضيع لي الدنيا كلها. فجيت هنا عملت له حاجه اسمها فات سبريشن فاختفى، ماشي؟ الابيض اللي هنا ده الفات اللي في الانتيرولر تيشو، شايفين الاسود ده؟ دي الزيجوماتيك بون، فاكرين الزيجوماتيك بون كان شكلها ازاي في السي تي؟ برايت وايت، لكن هنا في الام ار اي هلاقي لونها ايه؟ هلاقي لونها اسود. نطلع فوق شويه عند ليفل ده انفيرو اوربت طبعا، نطلع فوق شويه تاني هنلاقي في ديتيلز واضحه هنا، اللينس باينه، السوفت تيشو ديتيلز باينه احسن بكتير، ده يمكن انت لو بصيت هنا تلاقي لك ان الايه؟ الايرس والسيلير بود التاني يبانوا. والفترس اسود يبقى ده تي 1 تمام، والفات ابيض يبقى دي تي 1 عادي، لكن هنا الفات ما بقاش برايت قوي، بالعكس المصل هي اللي برايت، يبقى ده ايه؟ يبقى ده تي 1 مع فات سبريشن او كونتراست انهانسد فيو. وهتبصوا تلاقوا كمان حاجه جميله هنا برضو، ان ابتدت الكرويد تبان، يعني مع الانهانسمنت تلاقي الايه؟ اليوفيال تيشو ابتدى يبان اوضح. نفس القصه هنا، ده الاوبتيك نيرف وده الاكسترا اوكلر ماسلز هنا، وده الفات اللي هو البرايت وده الفيترس، وهنا ده البيتويتري ستوكس. اوكي، وده الصورة هنا واضح جدا الكرويد وهي ايه؟ حصل لها انهانسمنت، بانت اوضح شوية ما عملنا فات سبريشن وانهانسمنت. دي طبعا تي 1 ولا دي 2 اللي تحت دي؟ دي تي 2. وواضح هنا ان في الميكوزا بتاعت
السمويه ده الساينس واخده برايت كده، فده معناها انها تبقى ايه انفليم. ده السوبر اوكسال مجبين هنا باين في نفس في ابر ليفل بتاع الاوربت، ده تي 1 ويز فات سبريشن واضح كده. ده الكورونال سيكشن، الكورونال سيكشنز، وبرده متبين لي الكون ماسل كون، ومتبين لي الاوبتيك نير. دي تي 1 ولا تي 2؟ دي الصوره دي، لا دي تي 2. ما احنا اتفقنا ان احنا هنبص على الاوت لاين بتاع البرين، لو لقينا الاوت لاين هنا سودا زي الصوره دي يبقى ده تي 1. انا مش شايف هنا بيت بس عشان ما اقدرش احكم، لكن انا شايف هنا الاوت لاين ده لونه ايه ابيض، فده تي 2 على طول. ايه اللي تحت ده تي 1، والفات هو اللي عامل لي اللون الايه الزياده دوت. دي صوره انا جايبها لكم برضو، ده تي 2 هنا وده تي 1. انا بس بوريكم السوفت تيشو ديتيلز كانك مصور البني ادم، يعني شايفين مناخيره والاورتا سيبتم والاورتا الفات اللي موجود فوق في تحت البراو، فهو بيوري اناتوميكال ديتيلز كبيره جدا. بس برضه لما احب ابص على صوره سي تي، انا عن نفسي بحب يعني على صوره اوربت احب ابص احسن على صوره سي تي، بشوفها اوضح بالنسبه لي عشان الفات بيبقى لونه اسود ومديني كونتراست واضح. دي ابلكيشن بسيطه كده للام ار اي، ده صدر اوستال ابسس، ده في التي 1 اهو باين دارك، في التي 2 باين لونه برايت، ده كان برضه صدر اوستال ابسس ابر وميديا. الصوره اللي تحت دي صوره كورويدال ميلانوما وعامله انفلتريشن في الاوربت، فهنبص عليها. قال احنا اتفقنا ان الكورويدال ميلانوما هنا لونها ايه دارك شويه، اما عملنا فات سبريشن تكنيك وعملنا انهانسمنت بانت انها تبقى ايه تبقى برايت اكتر. اما بصينا عليها في التي 2 لانها اختفت، لان احنا اتفقنا ان الميلانوتيك ليجنز في التي 2 بتبقى ايه واطيه او قليله. يمكن اخر حاجه هتكلم عنها في التي 1 والتي 2 انه ممكن يفرق لي الاكسترا اوترال ماسل في الثايرويد اذا كانت بتبقى برايت، فده معناها ان في الاكيوت كونجستيف ستيت، لو هي دارك بتبقى في الايه في الفايبروتيك ستيت.